السلام عليكم. بعد الفيديو الأول اللي حطينا فيه كيفية فحص الصورة ومعرفة أنها تحتوي على نفس المعايير المطلوبة في تقديم الطلب، العديد من المتقدمين القرعة الأمريكية لقوا واحد المشكل، أنهم ملي كيدخلوا الصورة للفوتو تول كيعطيهم هذا الايرور مسج: Your photo has been rejected for the following reason. Image is overlay compressed. Please use compression ratio that is less than 21. الريشيو ديال 21 راه هو بحال واحد، يعني الا كنتي كدير 600 خصك دير 600 في نفس الخانه، الا كدرتي 700 خصك دير 700 في نفس الخانه بيكسلز، يعني خاصها تكون ما بين 600 بيكسلز في 600 بيكسلز، تقدر دير حتى 1200 بيكسلز في 1200 بيكسلز. الا كنتي متاكد ان الصوره فيها المعايير المطلوبه، يعني البيكسلز و 2 باي 2 انشز باي 2 انشز، يعني 51 ملم في 51 ملم، والخلفيه بيضاء، وكل شيء المعايير كاينه في الصوره، الحل جد سهل. هاي الصوره، نفس الصوره، غنمشيو ونحلوها مره اخرى وغادي نديروا ليها سكرين شوت، يعني في الابل ولا في الاندرويد كلها كتكون عنده واحد الخاصيه باش كيدير سكرين شوت. المهم كتاخد مع نفس المقاسات ديال الصوره اللي عندك وكدير سيف. ملي كدير هاد السكرين شوت شنو كيوقع؟ ديك الكومبريشن بحال كتقاد ديال التصويره. دابا حنا غنمشيو، ما درنا لا فوتوشوب، ما دخلنا حتى شي سوفتوير باش نبدلوها رقميا، غنمشيو نجربوا الصوره اللي درنا لها دابا سكرين شوت. يعني غنحلوا الصوره، هي هذه الصوره الاخيره، دان جود، يعني كتاخذ لك 1 سكند سكرين شوت وكتدخل. يعني نفس الصوره خدينا لها غير سكرين شوت، الاولى كانت غير مقبوله والثانيه مقبوله. يعني السكرين شوت هي اللي غتحل لك هذا المشكل ديال هذا الكومبريشن، لهذا الايرور اللي لقاو العديد من المتقدمين للقرعه. وان شاء الله يعني اي واحد يقدر يديرها، يعني راسو ما يمشي لعند مصور، ما يتصل بحتى شي واحد، يعني امر جد سهل. كدير غير سكرين شوت، كتاخذ المقاسات ديال الصوره وكتعاود تابلوديها. والسلام عليكم.